اهلا وسهلا بيكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنتكلم، هنعمل شويه فيديوهات كده خاصه باولياء الامور، يعني او بكل اب وكل ام او كل اخ او اخت متولي رعايه اخواتهم الصغيرين يعني. وكمان ممكن تكون تهم قوي اولياء الامور اللي لسه مثلا كل اسره لسه مثلا جايبه ولد او بنت صغيرين، وهم لسه ما عندهمش خبرات في الموضوع التربيه، وتحديد اذا كان ابنهم عنده مشاكل ولا لا. هنبتدي النهارده اول فيديو في ان احنا هنتكلم في امتى نقول ان ابننا محتاج جلسات تخاطب، يعني امتى نقول ان ابني لازم اوديه للمؤسسه او اكاديميه او مركز يشتغل مع حد كده، مع شخص او شخص او يعني او اخصائيه اسمهم اخصائيين تخاطب، مش كده؟ اللي هقوله ده كلام يخص اي طفل، يعني ملوش علاقه مثلا ان ابني ده طبيعي او غير طبيعي، يعني اي حاجه، اي مشكله هنلاقيها في المشاكل اللي هقولها دلوقتي يبقى ده محتاج تخاطب. انا هعرض 10 مشاكل. هعرض 10 مشاكل. طيب. في ال10 مشاكل اللي هنعرضها دي، انا هنعرض 10 مشكلات. لو ابني عنده مشكله واحده بس منهم وقعدت معاه اكتر من 6 شهور يبقى ده محتاج اوديه لاخصائي تخاطب. يعني لو مشكله واحده، متخيلين يعني 10 مشاكل انا هعرضهم، لو ال10 مشاكل دي ابني عنده مشكله واحده منهم وبقاله 6 شهور المشكله دي متملكه منه، خلاص ممكن اوديه لاخصائي تخاطب. لو اكتر من 5 او 6 مشكلات من اللي انا هقولهم دلوقتي يبقى ده محتاج سرعه كمان في موضوع ان انا ابعته لاخصائي تخاطب، بالذات ان في حاجات انا هقول فيها عمر زمني. الكلام اللي بقوله ده كلام خبره، يعني مش بقول كلام علمي. بمعنى ايه؟ يعني مش بقول كلام موجود في الكتب ان في حاله وجود ابنك عنده مشكله دي وديه لاخصائي تخاطب، لا. يعني احنا الكتب بتقول ان دي لو ولد وجدت عنده مشكله من المشكلات اللي انا هقولها دي وفتره زمنيه اكتر مثلا من 6 شهور تدريب او 6 شهور شغل معاه يبقى ده محتاج تدخل، يعني بتقول كده بس. لكن الفكرة التقسيمة مشكلة واحدة نعمل ايه، 5 مشاكل نعمل ايه، دي بنقولها من خلال خبرات اكتر من 26 سنة. تعالوا ما نطولش على بعض ونبدأ نعرض المشكلات اللي الخاصة باللغة او التخاطب اللي ابنك لو تواجدت عنده مشكلة لازم نعمل عملية تدخل سريع. نبدأ المشكلة الاولى. اول مشكلة، لو ابنك عنده 3 سنين واكتر ولسه ما بيطلعش كلمات. لو ابنك عنده 3 سنين او اكتر ولا يصدر ايه؟ لا يصدر كلمات، بقول كلمات مش كده؟ يعني مثلا تيجي الام تقول يا مستر مثلا انا ابني بيطلع مثلا مم 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 يقول مم مم يقول باب باب باب، مثلا ممكن يقول بابا ماما كده، تيتا تيتا، حاجات بسيطة قوي كده واكتر من 3 سنين، لا ده محتاج، ده كده هو عنده مشكلة، يعني كده ابنك عنده ايه؟ مشكلة ما دام تعدى ال3 سنين وايه؟ ونص. واوقات في العرف بتاعنا 3 سنين ولد 3 سنين وعدى 6 شهور بنعتبره 4 سنين، فمن كده فده كده محتاج تدخل من اخصائي تخاطب. دي اول مشكله. تاني مشكله، لو ابنك عنده 2 سنين بقى واكتر وما بيطلعش اصلا اي اصوات او مقاطع متنوعه، يعني ده بقى دي مشكله بقى قبل السن ال3 سنين ونص، يعني عدى 2 سنين ونص او اكتر ما بيطلعش اصلا الاصوات دي، يعني او مثلا كل المقاطع والحاجات اللي بيطلعها هي عباره عن صوت او صوتين او 3 بكتير لو عدى 2 سنين واكتر. طيب ده محتاج شغل تخاطب. بصوا ده يعني مش شرط يحتاج تخاطب كجلسات وكل يوم تعالي جلسه وكده، لكن ممكن على الاقل نعرضه لاخصائي تخاطب بس يديك شويه توصيات، شويه العاب، شويه انشطه كده تعمليها في البيت تسرع العمليه دي او تساعد في اصدار الاصوات، يعني فاهمين كده قصدي؟ انه او ينوع في الاصوات. دي حاجة تاني لو عدى زي ما قلنا 2 سنين واكتر وما بيطلعش اصوات او مقاطع، او على الاقل مثلا بيطلع 2 3 كده بكتير. نمرة 3، لو ابنك بقى عنده 5 سنين يعني او عدى ال5 سنين ولسه وعنده لجلجة في اول الكلام واستمرت معاه، يعني مستمرة معاه، هتقولي طب يا مستر لو مثلا 3 سنين وعنده لجلجه، اقول لك لا نستنى شويه. احنا عندنا نوعين، بصوا سوري، لجلجه
عندنا نوعين من اللجلجه، لجلجه طبيعيه ولجلجه مرضيه. اللجلجه الطبيعيه انه اي طفل وعنده سنتين ونص ثلاثه طبيعي وهو بيتكلم لاول مره، يعني بيفكر وبيتكلم لاول مره، ممكن يتلجلج شويه، بالذات اللي بيبقى عنده كلام كتير عايز يقوله وبيفكر يقول ايه، فممكن يتلجلج. قعدنا مثلا فتره لو قعدت فتره هتلاقي مع الوقت ابتدت ايه، ابتدى يتكلم احسن. لكن اوقات بيحصل ان ولي الامر يشعر ان دي مشكله فيوديه على طول لاخصائي تخاطب، او ولي امر او ام او اصحابه او اخواته او يقعدوا بقى يوضحوا له ان في مشكله، لا سرع سرع اتكلم بسرعه، انت ليه بتعمل كده، يبتدي الولد يحس ان دي مشكله عنده، فتبتدي تتحول من لجلجه مرضيه، لجلجه طبيعيه، للجلجه ايه، مرضيه. طيب نركز، لو ابنك سنتين ونص ثلاثه وابتدى يتلجلج شويه عادي طبيعي، ده مرحله نمو عاديه، بس المطلوب منك في المرحله دي انك انت تصبري عليه، نعمل عملية تجاهل للجلجة، ونقعد نديله بعينينا كده كل الاهتمام لغاية لما يتكلم. يعني لو مثلا لو عايز يقولك بومبوني فعمله بب 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 بب، نصبر خالص ونبقى بعينينا مشتاقين ان هو نسمع له الكلمة بتاعته، مش ان احنا بقى نقول له سرع، ها انت بطيء، لا كده هيخلي اللجلجة تتحول لجزء مرضي. لكن لو ولد بقى مسكت فيه فترة أكتر، بقالها 6 شهور أو أكتر من 6 شهور أو عدى 5 سنين وكده ومازال بيلجلج، لا ده أنت كده محتاجة توديه لأخصائي تخاطب. يعني نمرة 4، المشكلة الرابعة، لو ابنك بقى عمره وصل برضه ل3 سنين وأكتر وعنده بعض اللدغات في بعض الحروف والأصوات. بصوا دي بقى هنا مدارس شوية، يعني في مدرسة تقول 5 سنين، يعني في مدرسة تقول بعد 5 سنين لو طفل عنده لدغة، يعني ما بيطلعش صوت معين أو بيطلع صوت مكان صوت، نستنى 5 سنين. في ناس بتقول كده، وفي ناس تقول لا 3 سنين ونص نبتدي. بس ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني ممكن نقول دي صح ودي صح، بس ايه الفرق بين الاثنين؟ المدرسة اللي بتقول عند سن 5 سنين دي بتقصد تدخل مباشر، يعني ممكن نجيب الولد ونعمل له جلسات تخاطب ونشتغل ونواجه المشكله. لكن اللي بيقولوا مثلا 3 سنين يقصدوا ان احنا نواجه المشكله بشكل غير مباشر، يعني مثلا ما بيطلعش صوت الفيه، او بيطلع صوت مثلا بيطلع فيه مكان سين مثلا، فنبتدي نعمل له شويه انشطه بشكل لعب وحاجات كده، حتى لو في البيت او حتى لو مع اخصائي يقعد معاه 10 دقائق بس، من خلال لعبه، من خلال هزار، من خلال تطلع. احنا كان عندنا اخصائيين تخاطب كانوا بيجي يشتغلوا، كانوا بيطلعوا مع اولاد، مثلا انا فاكر ولد كان عنده 4 سنين، ما كانش كمل الاربعه بس يعني نقول 4 سنين، وكان عنده لدغه في حرف، والاخصائيه خدته كده 5 دقائق 10 دقائق وطلعتها له، يعني فاهمين كده. فممكن كان لو صبر شويه ومع الاهل اللي بيقعدوا بقى يضحكوا لما الولد يطلع اللدغه، او حد يتريق عليه من اصحابه لو راح مكان بيلعب مع اولاد، فيبتدي المشكله دي تكبر عنده يعني. فخلينا نتكلم ان التدخل قبل 5 سنين بيبقى تدخل غير مباشر، اللي من سن 5 سنين بيبقى تدخل مباشر يعني. فدي مشكلة محتاجة أخصائي تخاطب يعني. نمرة خمسة، لو ابنك عدى الـ6 سنين وأكتر وعنده مشكلة في قواعد اللغة، يعني هو بيتكلم بس عنده مشكلة مثلا في الضمائر، يعني مثلا ما زال لغايه دلوقتي يجي يقول لك انا يقول انت، يجي يتكلم عن بابا مثلا يقول هي، او يجي يشاور على بابا يقول له ايه انا، يعني عايز يكلم بابا يعني، ماشي، يعني مثلا بابا جه يقول انا جه. يعني لو ولد عدى سن 6 سنين ولسه عنده مشاكل وهو بيتكلم، يعني بيتكلم كويس ما عندوش مشاكل في الكلام، لكن عنده مشكله في الضمائر، الملكيه، الجمع والمفرد، وي ده محتاج تدخل يعني. خلينا نحفظ القاعدة اللي قلناها إن في ناس ممكن تتدخل في سن قبل كده بس بيبقى تدخل غير مباشر يعني. وعشان أكون أمين معاكم، اللي بيعمل تدخل غير مباشر مش أي أخصائي تخاطب، يعني مش أي أخصائي تخاطب، ممكن يكون رايح لأخصائي مبتدئ شوية، ويعني معلش يعني يحول المشكلة دي زي موضوع اللدغات مثلا، يروح لأخصائي والولد عنده 3 سنين وشوية، فالاخصائي يحول المشكله البسيطه تبقى مشكله ايه، مشكله اكبر يعني. يبقى نمره 5، الولد يكون عدى 6 سنين وبيتكلم بس من غير قواعد لغه يعني. المشكله نمره 6،
اللي بتبقى محتاجة من ولي الأمر إن يهتم بالولد لو ابنك ما عندوش تواصل، يعني ما بيبصش بالعين ليك أو لغيرك، عدم التواصل يعني. والأمانة المشكلة دي أوقات بنركز عليها يعني من بعد السنة، من بعد السنة يعني. في ناس تهتم بيها حتى من 6 شهور 8 شهور، بس في ناس تقولك نستنى السنة لأن لسه الولد مثلا ممكن يكون محتاج مننا مثلا شوية حاجات نعملها له يعني، أو ألعاب هزار نعمله معاه وإحنا بنشيله ونغني معاه إزاي. ففي حاجات كده معينة ممكن تمنع الولد إن هو يتواصل، لأن يعني ممكن البيئة بتسيبه لوحده مثلا قاعد، ماما طول الوقت سايباه على السرير ما بتروحلوش بس الا ساعه ما تاكله او تغير له، او مثلا لما بتيجي تغير له ما بتتكلمش معاه خالص. ففي ولاد زي كده ما بيحسوش ان في اصوات حواليهم عشان يبصوا ناحيه الصوت، ما بيحسوش ان حد بيقعد يلاغيهم كتير عشان يبصوا يعني. لكن خلينا نتفق ان لو الولد عدى سنه وما بيبصش بالعين لبابا وماما ومده التواصل تكون طبيعيه، هنا بيبقى فيه احنا قدام مشكله. فما بالكم بقى لو الولد عدى مثلا سنه ونص سنتين ومفيش اي تواصل بالعيد، دي بتبقى محتاجه تدخل على طول يعني. سابع حاجه عايزين نتكلم عنها بقى، لو الولد لو ابنك مثلا عنده مشكله في الانتباه السمعي او التقليد، يعني دول مهارتين على فكره، الانتباه السمعي والتقليد دول مهارتين يعني، بس خلينا نحطهم في نقطه واحده، الانتباه السمعي والتقليد، على اساس ان التواصل دي هنعتبرها انتباه بصري شويه. الانتباه السمعي يعني ولد تمسك له كده شخليله وتقعد تعملها له ما يلتفتش ليها، تيجي يمينه كده خلاص عند ودانه الشمال ما يروحش، عند ودانه اليمين ما يروحش. تيجي مثلا ماما وهي بتتكلم معاها تقول له حبيبي حبيبي، تقوم عليه صوتها حبيبي بصوت عالي قوي، ما ينتبهش ما يتخضش، ماشي كده؟ يعني كل ده معناه ان في مشكله في الانتباه السمعي فمحتاجه تدخل. التقليد بقى اللي هو ولد يكون عدى مثلا نقول سنه ونص وما بيقلدش خالص، يعني ما بيقلدش خالص او ما بيعملش اي استجابه مع بابا وماما. يعني انتوا عندكم في ولاد بتبقى عندها سنتين وتلاقيه بيعمل نفس حركات بابا او ماما. فالتقليد احد اهم مهارات التواصل، التقليد احد اهم مهارات اللغه، التقليد هو اللي يخلي الولد كمان يقدر يعالج اي مشكله. يعني شوف المشاكل اللي احنا قلناها فوق معظمها مثلا 60% 70% منها بيتم علاجها من خلال التقليد، فولد ما بيقلدش. في ولد ليه سنتين ونص ثلاثه كده وماسك الموبايل وماشي في البيت عمال يقلد ماما وهي ماسكه الموبايل، او بابا وهو ماسك الموبايل. ولد تلاقيه بيعلي نبر صوته وبيشخط في مامته، بيقلد مامته وهي بتشخط في بابا مثلا. يعني في ولاد كده تحس دايما ان هم عندهم المهاره بتاعه التقليد. فالولد عدى السن بتاعه، عدى مثلا سنه عشان الانتباه السمعي يكون شغال، او سنه ونص سنتين عشان التقليد كمان يكون شغال، يبقى كده انت واقع ابنك عنده مشكله. نمره 8 بقى، مشكله لو ابنك عنده مشكله في مهارات التفاعل نفسها، مهارات التفاعل الاجتماعي. التخاطب يا جماعه بس مش بس مجرد صوت، مش مجرد تعبير الولد بيعبر ولا ما بيعبرش، التخاطب بيبتدي ويروح بحاجه اسمها مهارات لغه اللي احنا قلنا عنها التواصل والانتباه السمعي والتقليد، ودلوقتي بنضيف ليها مهاره من اهم المهارات هي التفاعل الاجتماعي. الولد اللي ما عندوش تفاعل اجتماعي، اللي ما بيلعبش مع اصحابه، اوقات ناس تودي ابنها يكون ما بيلعبش مع اصحابه فتوديه اخصائي تنميه مهارات، لكن في اخصائيين تخاطب بيشتغلوا في الجزئيه بتاعت التفاعل الاجتماعي لان هو جزء جوه شغله. واوقات تلاقي الاخصائي التخاطب الولد اللي ما بيتكلمش مثلا وما بيتواصلش مع الاخرين، تلاقي الاخصائيه التخاطب لو ولد عنده 3 سنين مثلا تكتب للام خلي ابنك يبقى موجود في تجمعات فيها اطفال من سنه عشان يقعد يلعب معاهم وكده، او لو ولد في سن كي جي 1 وكي جي 2 تقول لهم سرعوا ودوه اي حضانه، اي حضانه. فمن ليه؟ لان لا هيحصل فيها مهارات اجتماعيه. الولد هياخد باله من كل اللي حواليه، في تواصل اجتماعي، هياخد باله ان في ولد دخل النهارده الفصل ومعاه شنطه راح حطها مثلا في العلاقه هنا فيعمل زيه، فمهاره التقليد اهي. هيبدا يلتفت ان المدرسه لما عملت حركه بايديها فكل الولاد راحوا عامرين فهو يبقى عامل زيهم. هيبتدي يفهم ان الولد ان في ولاد حواليه لما بيروحوا عايزين حاجه يروحوا يطلبوها من المس، فيبتدي هو كمان يطلب من المس. كل دي مهارات تفاعل اجتماعي، هي مهارات لغه برضه.
يعني هي مهارات لغة، انتظار الدور مع الولد، انه ينتظر دور، يستنى الدور بتاعه، دي برضو حاجة مهمة قوي يعني. فمهارات التفاعل الاجتماعي من المهارات المهمة جدا 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 يعني. دي نمرة 8. نمرة 9، لو ابنك بقى عنده مشكلة في اللغة الاستقبالية، يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني ولد مثلا، يعني جوه اللغة الاستقبالية دي عايزين نقول شوية حاجات كده كتيرة قوي يعني. طبعا لو ولد جاي لك، احنا عندنا في اللغة في حاجة اسمها لغة استقبالية ولغة تعبيرية، صح؟ التعبيرية هتلاقوها في اللي احنا قلناه في الأوائل يعني. يعني ولد مثلا عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين ما بيتكلمش، ما بيقولش كلمات، عنده كلمات وما بيقولش جمل ايا كان بقى، فكده كده هنوديه لاخصائي تخاطب. لكن في مشكله تانية جامده قوي اسمها اللغه الاستقباليه. يعني اللغه الاستقباليه، يعني اللغه الاستقباليه مثلا بتبتدي بالحصيله اللغويه. يعني الولد ده عنده حصيله لغويه من المفردات ولا لا؟ يعني مش شرط ان هو يكون بيقول بابا، مش شرط يقول بيقول ماما، مش شرط يقول يكون بيقول قطه، مش شرط يكون بيقول كرسي، مش شرط يكون بيقول حمام، مش شرط يكون بيقول الكلام ده كله، لان ممكن يكون لسه عنده مشاكل في اللغه التعبيريه. واحنا قلنا فوق لو الولد ما بيطلعش كلمات فهنبتدي نهتم بيه. لكن هل هو يعرفها على المستوى الاستقبالي ولا لا؟ يعني هل الولد مثلا لو مامته قالت له روح اقعد على الكرسي هيروح يقعد على الكرسي، لو قالت له هات صوره بابا هيجيب صوره بابا، لو قالت له هات صوره قطه هيطلع صوره قطه، لو قالت له هات صوره كلب هيطلع صوره كلب. في ولد ولي امر بيعتقد ان الولد ما دام يعني الولد مثلا لو ما بيقولش كلمه احمر يبقى هو ما يعرفش يقول احمر، مع انه ممكن الولد لو قلت له مكعبات كتير قلت له هات المكعب الاحمر يطلعه، يبقى كده هو اللغه الاستقباليه عنده كويسه. يبقى احنا بنركز، ولي الامر لازم يركز على اللغه الاستقباليه بتاعت ابنه. هل هو بيفهم المفردات؟ هل هو عنده حصيله عاليه من المفردات؟ فاهم؟ من حيث الفهم مش بس النطق. مش كده اخصائي التخاطب لما يجي يعلم طفل قطه بيعمل ايه الاول؟ الاول بيشتغل على اللغه الاستقباليه، ان يقعد يعملوا شويه انشطه والعاب عشان يقول له فين القطه، فالولد يشاور ما بينطقش ما بيسميش. وبعد ما الولد يبدا يشاور على صوره القطه، القطه وسط صور كتير، يبتدي الاخصائي ايه يحط له صور قدامه ويشاور له على صوره القطه يقول له دي اسمها ايه، فعشان الولد يقول قطه. فاهمين كده؟ يبقى دي لغه تعبيريه. فاللغه الاستقباليه احد الحاجات اللي لازم ولي الامر يركز عليها قوي. هل ابني فاهم؟ دي اول بند فيها. هل ابني فاهم مفردات كتير؟ كمان هل ابني بيفهم الاوامر؟ ما دي لغه استقباليه. يعني هل لو قلت له روح هات الكوره من فوق الكرسي هيروح يجيبها؟ هل لو قلت له من غير ما اشاور على الباب قلت له روح افتح الباب هيروح يفتحه؟ هل لو انا قلت له كل البطاطس مثلا قبل الـ مثلا الطعميه كسندوتشات قدامه هياكل البطاطس الاول؟ او قلت له كل الجبنه الرومي قبل الجبنه البيضه هياكل الاول؟ دي حصيله لغويه يفهم الفرق بين الساندوتش ده وده، وفهم اوامر. دي كلها اسمها لغه استقباليه. لو لقيتي ابنك عنده مشكله في اللغه الاستقباليه من حيث ان الحصيله بتاعته ضعيفه ومن حيث ان فهمه للاوامر ضعيف، يبقى كده احنا محتاجين نوديه لاخصائي تخاطب يعني. اخر حاجه عايزين نقولها اللي هي حاجه اسمها الوعي الفينولوجي، ودي بقى يعني نقولها ايه، نقولها بمسميات ايه يعني. يعني انا عايز اقول الوعي الفينولوجي، وعايز اقول مشاكل تانية يعني، مش لازم وعي فينولوجي بس يعني، بس يعني في مشاكل تانية كتير يعني. خلينا نسمي البند ده مشاكل متعدده، عشان بس انا عايز اقفلهم على 10 يعني. مشاكل كتير بقى يعني. ولد صوته مثلا مش بياخد نفسه كتير في الصوت وهو بيتكلم، يعني مثلا هو بيتكلم كلمات جمله بيقطع بين الجمله، يعني مثلا عايز يقول بابا عاوز اكل، بابا عاوز، يعني في مسافه كده، يبقى دي في مشكله، قد تكون مشكله تنفس، قد تكون ولد عنده مشكله في مثلا مش بيعرف يحط مقطع مع مقطع، يعني مثلا ما يجي تقول له باما فما يعرفش يقول باما مثلا، ما يعرفش يحط مقطع جنب مقطع، ده الوعي الفينولوجي. لو ولد مثلا عنده بحه في صوته، عنده خنف،
ده كله دي بقى حطوها مشاكل كده متنوعه، ودي دي صعب ان احنا نوصلها لولي الامر. عشان كده انا حاططهم بند لوحده كده سميه، ده بيبقى محتاج يا اما ولي امر صديقه ليكي او ولي امر صديق ليك فتواجد معاك بالصدفه فقال لك خلي بالك ابنك عنده مشكله مثلا، في عنده حاجه اسمها خنف او عنده حاجه اسمها مثلا بحة او ايا كان يعني، فيبقى كده انت محتاج حد تاني، او تصادف وجودك في مركز لابنك مشكله تنميه مهارات فجاء الاخصائي هناك قال لك ابنك محتاج تخاطب يا فندم، فاهمين كده؟ فدي ممكن تكون احد المشاكل اللي من جنب. فالبند العاشر ده بند صعب شويه، لكن حبينا نحطه عشان الموضوع يتقاس كله يعني. طيب بسرعه كده، هما 10 مشاكل عرضناها. لو ولي الامر لقى ابنه عنده مشكله منهم وبقالها اكتر من 6 شهور يعمل تدخل. وفي حاجات لو السن كبر شويه وعنده ما نستناش 6 شهور، يعني مثلا لو هو لسه ما بيطلعش كلمات وعدى 4 سنين 5 سنين ده لازم تدخل، مش محتاج استنى 6 شهور. هنوصل بال6 شهور لو في تدريب يعني مثلا حاولنا معاه في البيت وكده وما نفعش يعني، او نصبر شويه عشان ما نحطش الموضوع في اهتمام فيبقى مشكله يعني. دي ببساطه بس الموضوع. وخلينا نتفق ان في الاول وفي الاخر احنا بنحاول نوصل عمليه توعيه لولي الامر بالاحتياجات بتاعت ابنه. ان شاء الله نعمل لكم فيديوهات تاني عن امتى نقول ان ابنك محتاج جلسات صعوبات تعلم، امتى ابنك محتاج جلسات ADHD او جلسات انتباه وتركيز، امتى ابنك محتاج جلسات تنميه مهارات وهكذا، او تعديل سلوك. شكرا ليكم. كان معاكم ايمن عبد الله بشير، مؤسسة طريق النجاح للخدمات الثقافية الاجتماعية، قناة ورقة وقلم على اليوتيوب. شكرا والى اللقاء.